لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. الأهلي العظيم في الحدث الكبير، هي ساعات قليلة جدا بتفصلنا إن شاء الله عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مباراة أقل وصف ليها إن هي إن شاء الله ستكون مباراة تاريخية في نصف نهائي مونديال الأندية. كله ما بيتكلم طبية سلبية عينتهم. اليومين الثلاثة اللي فاتوا الناس كلها كانت بتتكلم على مصطلح كده الاستمتاع بالمباراة، وكأننا يعني إيه يعني نازلين مثلا ومش حاطين عينينا على الفوز. في بعض الاحيان، وعلى فكره الكلام ده ممكن يصدر من بعض الاهلاويه نفسهم، ممكن تلاقوا فيه ايه وجهه نظر فيها شيء من الانهزاميه، لكن الحاجه الاكيده ان احنا بنتكلم على فريق قوي، بنتكلم على النادي الاهلي، فريق قوي، فريق وصل للي هو وصل له، ما كانش هيوصل للي هو وصل له غير بطبيعه الحال لو كان فريق زي النادي الاهلي باختصار، عشان ما اقعدش اتكلم كتير، وخصوصا ان كلها تفاصيل كل الزملاء في كل القنوات وكل البرامج الرياضيه المختلفه، يعني قتلوا هذا الموضوع بحثا زي ما بيقولوا.